عاجي تتمسخري علي وليه؟ يلا قلي لي وينها بنتي بسرعة. أنا قلت لك ما بعرف وينها. بترجاك خذ المصاري وخلي هالموضوع يتسكر نهائيا لو سمحت. انزلي انزلي. وينها بنتي جوليا؟ احكي لك. قلت لك ما بعرف عنها أي شيء. أنا طمرتكم بالمصاري وما كنتوا تشبعوا أبدا. يعني عملتي عملتك وبدك تسكري على الموضوع مو هيك؟ شاهدي على روحك يلا شاهدي على روحك. لا تغلط وتعمل شغلة تندم عليها لأنه أبي بموتك بعدين. ولك ماني سائل عنكم الله يلعنك أنت وأبوكي. ولك روحي رح تطلع بينا بنتي. بترجاك لا تغوصني صدقني ما سويت شيء. أنا حامل رح يجيني ولد لا تعملها. لكن يلا أحكي وليه وينا بنتي؟ مثل ما بدك. خلص أنا رح أحكي لا تعملها. تعي لهون هناك يا الله. وقفي أنا بدي موتك يا حقيرة. يا ربي لقينا. أخي لو سمحت طالع. لا تواخذيني مليان. كيف يعني؟ بس لسه في مكان. مو لقلك. شو هالعالم مو معقول. السيارة خربانة يا أختي ما عم تشتغل. اسمعني يا أخي أنا لازم هلأ أطلع على فان لأنه بدي لحق الباص. أختي لا تواخذينا هذا الأمر من فوق ما بنقدر ناخذك مع الولد. أمر مين هاد؟ مين اللي أعطى هالأمر؟ يلا أحكوا شبكون. اطلعي بالسيارة. تركني شيل ايدك عني لا تلمسني. لك انت شو من بين البشر؟ بالأحرى انت شو بالنسبة لابنك؟ فهمنا انك ما عم تشفع علي. معقول ما عم تشفع على ابنك؟ بالبيت منحكي بهالموضوع. اطلعي على السيارة يلا. مستعدة اموت وما بجي معك. بدي اخذ ابني وارجع على اسطنبول اليوم. ما فيكي تروحي ابدا. اسمعوني كلكم في حدا بيقدر يوصل هالمرة وابنها على فان؟ في بيناتكم حدا بيتبرع يوصلها؟ شفتي ما في حدا لأنه شو ما بقول بيتنفذ هون. فهمتي يا خانم؟ يلا تعالي معي اركبي بالسيارة. والله عن جد؟ يعني بدك تحبسني بهذا المكان؟ مو إلك. فيك تروحي مطرح ما بدك بس ابني رح يبقى معي. اوعك تحلم تاخذ ابني. ما رح أروح معك بنوب. يلا خدني لأشوف غصبا عني. إليف سيدي بجيبة؟ استنى. إليف خلص حاجتك عناد بيمرض الولد. لو عم بتفكر بابنك ما عملت هيك. إليف صدقيني أنا عملت كل شيء من شاننا يعني من شان نكون مع بعض ونصير عيلة واحدة. بس أنت هلأ صار عندك عيلة جديدة. فهمي بقى أنا مالي حدا بالدنيا غيرك أنت وابني. لا عيلك في عندك مرتك وجايك ولد منا سهام حامل. واقف معلم واقف على مهلك. إليف حلك تعرفي إنه سهام عم تكذب. أنا سمعت الخبر اليوم بأدني. سهام حامل ورح تجيب لك ولد. يلا روح لعنده وحافظ على ابنك. إليف انتبهي. نزلي راسك لتحت. أعطيني إبراهيم. نزلي راسك واطلعي ورا بسرعة يلا. إبراهيم إبراهيم سهام من وين طلعتيلي بشغلة الروحة على فان؟ أبوك بيعرف شي؟ بيعرف وحتى هو يلي قال لي روحي وصالحي. رح غيب شي أسبوع أو يمكن ضل أسبوعين وبتكون فرصة لأقعد أنا وزوجي لحالنا. سهام رايحة على فان ورح تبقي أسبوعين؟ شو؟ عجبتك النكتة؟ هاي البنت مخبية شي. بكرة منعرف. يا
وين رح تهربي مني؟ حسابك عندي. عزيز بكفي بقى، من شان الله اتركني بحالي. ما بقدر اتركك. لهلا ما فهمتي انه انا بموت بلاكي؟ معقولة هالضابط قديشو عنيد؟ قال متزوج وحدة تانية وعم يشنطط المسكينة معه. متزوج غيرها؟ ايه والله هي قالت لي. بعد شوي لأقدر فوت لجوا. تفضلي. لوين جاي؟ هذا المحل محجوز، حجزت محلين لارتاح بالسفر. يلا خلصني امشي بقى. وهي نفدي، خلصت منه. انتهت سفرتك يا سهام خانوم. والله اذا بتصرخي لقيتلك فورا. وقفي الباخ، وقفي. وليك إليف لهلأ ما اتصلت، ليكون صاير معها شي. يمكن تصالحت مع عزيز. لا أنا ما بعتقد هالشي أبدا. معقولة تصالحوا لعزيز بعد ما عرفت إنه سهام حامل؟ رنا خالد خلينا نطلع. اطلعوا لبرا يا محجبات. يا رجعيين الله يلعنكم. يلا نطلع من بلدنا لشوف. سهيلة مين هدول؟ شو بده منا؟ والله ما بعرف. اسكتي ولا طلعي صوت. الله يلعنكم رجعيين. انقلعوا من هون، اطلعوا. رنا خانم خلص اهدي، لا تخافي، لا تقلقي، انا معك. ايفين اهدي شوي، مالكي اعصابك، لا تخافي، بسيطة، لا تقلقي. إليف اسمعي، منستأجر بيت بهي الضيعة، وإذا ما عجبك هون منروح على فان. لا يا عزيزة، شي مستحيل يصير. نحن رح نبلش حياة جديدة. لا مو هيك القصة. طيب اسمعي شو بدي قلك. أنا سألت بيفان، هون فيكي تفوتي على الجامعة بحجابك، هون بتكملي دراستك. انتهى كل شي. إليف انتبهي على ابننا. خليكي مثل ما انتي.
أو شو عم يصير هون؟ آخر تنبيه لإلك، المهربين ضيقنا نفسهم على الحدود لهيك هجموا علينا.